نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين ثم أما بعد. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الفاضلات في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم مع دار الإفتاء. مع دار الإفتاء برنامج نجيب فيه عن أسئلة المشاهدين والمشاهدات عما يشغلهم في أمور دينهم ودنياهم حاضرتهم وأخراهم، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقهم لحسن السؤال وأن يوفقنا أيضا لحسن الجواب. ومن أراد الاتصال بنا فعلى أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على قناتنا في اليوتيوب، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 على الFM. كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 12.687 أفقي على النايل سات. نبتدئ الحلقة أيها الكرام بسؤال ربنا سبحانه وتعالى أن يعلمنا كما علم إبراهيم وأن يوفقنا ويفهمنا كما فهم سليمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يبدو أننا لدينا مكالمة. الأخت أسماء من الزاوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا أفسر على موضوع التنازل، تنازل الأب لابناته، هل هو في الشرع شنو؟ كيف تنازل؟ كيف حصل؟ تنازل عن شقة هيك لابنات. تنازل في تنازل عن شقة في أثناء حياته لبناته. تنازل أثناء حياتي. أيوة. تنازل. هل استلمت البنات الشقة في أثناء حياتي؟ إيه سلمنا الورقة و الورقة، لكن هل استلمتم المفاتيح؟ هي الشقة متصلة بالحوش. هل استلمتم المفاتيح؟ اي يعني مثلا يعني كيف يعني كيف كيف متصلة بالحوش؟ كنا مأجرينها. كيف مأجرينها؟ باهي الإيجار من كان ياخذ في الإيجار؟ أنتم ولا بوكم؟ احنا ناخذ فيه. ها؟ احنا ناخذ فيه. يعني بوكم دار تنازل عن الشقة اللي متصلة بالبيت مش مفتوحة عليه، يعني هي منفصلة عنه. منفصلة عنه. اي باهي وأجرتوها والإيجار تاخذوا فيه أنتم يا البنات. ايه هو ما ياخذ شيء، ما ياخذ شيء منا بالكل يعني. ايه طيب سأجيبك إن شاء الله تعالى. ماشي. نعم نعم. الأخت أسماء من الزاوية سألت عن تنازل من أبيها لأخواتها ولها لبناته، تنازل لهن عن شقة والشقة منفصلة عن البيت، لكن هي متصلة به لكن منفصلة، لها مدخل ومخرج لوحدها، وقامت البنات بتأجيرها واستلمنا الإيجار. هذا عقد هبة صحيح ولا يجوز لأحد أن يأخذها منهن ولا أن تقسم على قسمة الميراث، هذه ملك للبنات، لأن الهبة يشترط فيها شرطان. الشرط الأول القبول، أن يقبل الموهوب له هذه الهدية أو الهبة، والشرط الثاني أن يستلمها. وهذه البنات قد استلمت هذه الهبة باستلامهن الإيجار في أثناء حياة الوالد، فلما استلمنا الإيجار في أثناء حياة الوالد صارت ملكا لهن ولا يجوز لأحد أن يخاصمهن في هذه الشقة. معنا اتصال الأخ عبد الله من طبرق، قطع الاتصال ليعيد الاتصال بنا. نعم. أيضا من الأسئلة التي وردت على بريد البرنامج، ورد السؤال الأول من أمل، تقول أريد أن تفتوا
أن تفتوني في بطاقة الزوجة، سحبت شهر 10 و11 و12 والآن شحنوها مرة أخرى، ما الحكم فيما لو سحبتهم وصرفتهم؟ أعتقد أختي الكريمة أن هناك خطأ إما من جهتك، لأن المنحة لم تنزل إلا هذه الأيام الماضية، يعني يمكن يوم أو يومين، فإذا كان نزلت في اليومين الماضيين مثلا وسحبتها ثم نزلت مرة أخرى، فعليك أختي الكريمة أن تتصلي بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن تذهب إلى الفرع في المنطقة التي تسكنين فيها لتخبرهم عن هذا، ليكون لهم التصرف حسب لوائح العمل الموجودة لدى الوزارة. فإذا تيقنت أن شهر 10 و11 و12 سحبتيه، تيقنت أنه شهر 10 و11 و12، فلا يجوز لك أن تأخذيه إلا إذا هم أذنوا لك في ذلك. فاذهبي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وفي الفرع الذي في المنطقة التي تقيمين فيها، واسأليهم عن ذلك وهم سيبينون لك إن كان لك حق فيها أو تسحب منك من جديد وتعادل خزانة الوزارة. والله تعالى أعلم. معنا الأخ سليم من نصراته. ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. بارك الله فيك يا أستاذ حسن، جزاك الله كل خير. آمين يا رب العالمين وإياك. اللهم أعجل بهلاك المجرمين الصهاينة في دولة فلسطين العربية. آمين آمين يا رب العالمين. ويا أرحم الراحمين فرج على كل المسلمين. آمين يا رب العالمين. عندي فيها تسأل يا أستاذ حسن. نعم. السؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالسؤال الأول. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: لا تصرف الماء ولو كنت على نهر. إسراف إهدار الماء عند الوضوء في بعض المساجد يا شيخ حسن، وفي بعض المحلات التجارية والطرقات. سؤال يعني نبغى ترشيد منك عن الناس عدم إسراف إهدار الماء. وهو نعمة من نعم الله. نعم صدقت. السؤال الثاني: قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة قاطع رحم. الأم على خلاف مع أهلها، وقالت الأم لأبنائها لأولاد البنات: لا تذهبوا إلى خواركم ولا تكلموهم وقاطعوهم. هل الأولاد والبنات يرضين أمهم وعدم الذهاب إلى أقاربهم، أم يذهبوا الأولاد خشية عن أمهم إلى أخوالهم؟ نعم. السؤال الثالث: في بعض العائلات والأسر الليبية لديهم خدم سواء كانوا رجال أو نساء، يعني وقرب انتهاء مدة العمل لديهم، تقوم بعض الأسر بعدد بتفتيش أغراضهم بعذر أو بذلك بغير عذر، يعني قد سرقوا أو أخذوا منهم شيء من مناديلهم، وهذا تحايل عليهم وهذا أعطاء حقوقهم. هل فعل هذه الأسر جاي الشرع أم لا؟ كبار العائلات يفتشوا في الدارك. ويجي آخر يوم بيروحوا الخدم يا شيخ حسن يفتشوا فيه بغرض يقولوا لنا أبوش يخلصوهم، هم يقولوا قد سرقوا منا بعض الأشياء من بيوتهم. يعني لم أفهمك جيدا، يعني هم مجموعة من الأسر زارت أقرباء لهم مثلا؟ يعني لا، في بعض الأسر عنده خدم يا شيخ حسن رجال ولا نساء. حد بيجوا بيروحوا الخدم يفتشوا فيهم. خدم. إيه فهمتك. بارك الله فيك ورحمة الله. أجمعين يا رب. بارك الله فيك. أجمعين. نعم. الأخت هاجر حسين تقول: أرجو الإجابة، ابنتي توفيت منذ عام ومنحة الأطفال اليوم نزلت، هل يجوز صرفها أو هي حرام؟ الحقيقة هذه الأسئلة تجعل الإنسان يتفاءل خيرا في وسط هذه الفوضى المالية والإدارية في البلاد عفوا التي الأصل فيها هو نهب ممتلكات الدولة ونهب الأموال واستباحتها، ولا أرى في فهمي ومعرفتي سببا لما نحن فيه من تفرق واقتتال، وصار الدم الليبي لا تساوي حتى الدينار، بل يقتل القتيل ولا يسأل حتى فيما قتل، لم يعد الناس يبالون بما يجري. في فهمي وفي معرفتي أن سبب هذا هو استشراء الناس في المال العام، في استحلال المال العام. جملة الليبية إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى يفرطون في هذا الجانب، فكل ما يأتيهم من جهة الدولة الأصل فيه عندهم أنه حلال عليهم. فإذا أعطي السيارة ولا همه، زي ما يقولوا رزق حكومة ربي دومة،
إذا تحصل على وظيفة انتهبها رزق حكومة ربي دومة، إذا عين في وزارة والله في منصب كبير وصار مستقيما قالوا ما ينفعش، وإذا كان تلاعب وخشش القريب والبعيد وملاجيبة ودرس سيارات يقول فلان شاطر أعرف كيف يبني روحه، صارت حتى محل ثناء. فلما تأتي مثل هذه الأسئلة التي تبعث على التفاؤل أن هناك أناسا لا يريدون أن يدخل في بيتهم درهم حرام، يسألون هل يحل لنا أو لا يحل، لأنهم إذا أجيبوا بناء على الجواب سيذهبون إلى الوجهة التي وجهوا إليها. الأخ ميلاد من سبها. السلام عليكم شيخ حسن. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. سؤال، ما الأساس التي يحرم بها على المرور قدام أمام المصلي؟ أها، السؤال الأول واضح. إيه. السؤال الثاني، ما مدى صحة قصة والد الإمام مالك عندما ذهب إلى الجهاد وترك الإمام مالك صغيرا، وعندما عاد وجده عالما ويحدث الناس في المسجد؟ بارك الله فيك شيخ. أجمعين. الأخ إدريس من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخ إدريس. يا شيخنا رب العالمين، شن حالك؟ الله يكرمك. الحمد لله بخير وعافية. الحمد لله. كلهم على رأسهم الشيخ فاضل. آمين. آمين يا رب. الله يا رب. آمين. آمين يا رب العالمين. لنا وللمسلمين. آمين. 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 شيخنا هالأيام هذه نسمع في كثرة أسئلة على المسعى على الجوارب الشخصية طبعاً نتكلم عليه. بالنسبة للمالكية أنا بحث العلماء ما يقول لك إحنا المسعى التخصيص مسموح، خلينا على المسعى على الخف. إذا كان مسعى الخف ولا على الجورب، يعني الناس تتصل عليه وما يتعارف على يده، لكن إذا كان فوق الظهر مثلا يقولوا ولبس الجورب ولا الثاني الخف هذايا، وإذا بيصلي العصر قبل يصلي العصر إنه نزع حول الجورب هذا، هل صلحت تصح الصلاة بها والتخير ولا الجورب حول تصح الصلاة به، أم هو يعتبر ناقص لأنه مش ناقص على الرجل هو هذا الوضع؟ فهمتك. والسؤال الثاني يا شيخي، ملاحظة، هذه الناس اللي تقول هذه رزق حكومة رزق حكومة، هو ما هوش أصلا ما هوش رزق حكومة، هو رزق دولة أظن حسب أنا ما أعرف التعليق الناس اللي كنت يا شيخ. هو رزق دولة، لكن الحكومة مسؤولة عليه، يعني مسؤولة في تصرفها في صالح الدولة والعباد، صالح البلاد والعباد هي مسؤولة. معيش المانجمنت لما يقول هو رزق حكومة، ما هوش رزق حكومة، أي حد مثلا يختلط ويخنبل بس هو للعباد، حتى الجنين في بطن أمه اللي الحق فيه واضحة. نعم، نرجو التعليق من هذا. شكرا بارك الله فيك. أجمعين، وفيك بركة، فيك بركة. نعم، الأخ إيناس من زوارة. انقطع الاتصال. نعود إلى سؤال الأخت هاجر حسين. الأخت هاجر لدينا اتصال. الأخت هاجر تسأل تقول ابنتي توفيت منذ عام ومنحة الأطفال نزلت لها اليوم، هل يجوز صرفها أو حرام؟ منحة الأطفال، منحة البنات، منحة الزوجات، هي اسم على مسمى، منحة عطية من الدولة، عطية مشروطة، يعني أن يقال لك مثلا لك في كل شهر أعطيك كذا عن كل ولد من الأولاد الصغار، وأعطي كل بنت بالغة 100 دينار وكل زوجة 150 دينار. إذن هي مشروطة بعدد معين وفي شهر معين بقيمة معينة. فإذا جاءت المنحة على غير الشرط الذي اشترط، عليكم مراجعة الوزارة. يعني البنت توفيت قبل عام، يعني قبل سنة، الآن نزلت المنحة، اذهبوا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وأخبروها الخبر، بيّنوا لهم تاريخ الوفاة، ثم بعد ذلك أخبرهم بأنه قد نزلت لها المنحة، هل لكم فيها حق أم لا؟ هم سيبينون لكم بإذن الله تعالى. معنا اتصال. عمر من سوق الجمعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، نهارك طيب يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك.
لا لو سمحت عندي سؤال. أنا يعني عندي رواية توفى وكاتب الدور الأرضي عن نحوش، كاتب في ثلاثة أدوار، كاتب الدور الأرضي باسم البنات، هبة ووصية وتنازل. كاتب البيت الأرضي، لحظة بس، كاتب البيت الأرضي إيش؟ هو ثلاثة أدوار. آه البيت الأرضي كتبه إيش؟ الدور الأرضي بدون أي، طبعا هو على كامل عقلة يعني. كاتب الدور الأرضي باسم بناتي فلانة وفلانة 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 خمس سنوات، وما قالش ما يرتوش في ورقة التركة في الورقة اللي مديرها، مدير هبة ووصية وتنازل. الهبة لا تصعد أثناء حياتها ولا وصية لوالد. أنت تجاوب ولا تسأل؟ نعم أنا نسأل فيك يا فضيلة الشيخ. أنت توجهه حكم الشرع. طيب هبة، هو قال هبة ووصية وتنازل. هبة ووصية وتنازل. باهي الأب 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 عاش في البيت هذا الأرضي اللي عندي مات؟ نعم نعم. في البيت الأرضي؟ نعم. عاش فيه إلى أن مات؟ أن انتقل إلى رحمة الله. باهي خلاص سأجيبك إن شاء الله. جزاك الله خير وأحسن. الله يجمعين. أحمد بن بنغازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي يا شيخ، عندما خرج عبد الله بن الزبير على الحجاج بن يوسف، لم يخرج على الحجاج بن يوسف أخي الكريم. عبد الله بن الزبير، الحجاج بن يوسف هو جندي من جنود عبد الملك بن مروان، فليس هو ليس هو الخليفة، لم يكن خليفة يوما الحجاج بن يوسف. نعم أكمل سؤالك، هو مجرد تنبيه أخي الكريم. الحجاج بن يوسف عندي يا شيخ حسن، عندي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على ولي الأمر، هل كان عبد الله بن الزبير يرى الحجاج بن يوسف كافرا عندما استقل بولاية الحجاز؟ من الذي استقل بولاية الحجاز أخي الكريم؟ الحجاج بن يوسف، أنت ما زلت تذكر الحجاج بن يوسف، يعني خليني نصحح لك السؤال، يعني ما حكم خروج عبد الله بن الزبير على عبد الملك بن مروان؟ هكذا السؤال. عبد الملك بن مروان. أيوة. طيب سأجيبك إن شاء الله تعالى. الأخ عبد الله من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك يا فضيلة الشيخ والمستقبل محترمتي ولي محطة الناصح ولدار الإفتاء وأربع رأس من الدكتور الصادق والياني. الله يسلمك. ولكل مخلص للدين والوطن ومتريليون تحية لعظماء غزة، اللهم اجعل نار العدو بردا وسلام آمين. آمين يا رب العالمين. آمين آمين. أستاذي بالله من فضلك، معلش موضوع كله على فلسطين طبعا. أنا أتمنى أمي هي. ألو. نعم أسمعك. والله يا فضيلة الشيخ أنا يحز في نفسي، يحز في نفسي أن أرى في المحطات الفضائية وناس على غير دين الإسلام، حتى اليهود أنفسهم آلاف من اليهود وغير اليهود وغير اليهود غير المسلمين يتظاهرون في العالم لصالح ضد الصهاينة وضد أعمالهم الشنيعة ولصالح الشعب الفلسطيني الأعزل، فالذي يظلم ويضرب ويسحق في واضح النهار والعالم يتفرج. أنا يا فضيلة الشيخ والله العظيم أتألم جدا وأتمنى أن لا نطلب مستحيلا، نطلب أبسط الأشياء، أن نطلب. وذكرت بكري حتى في المصادر المحلية وطلبت من الناس القدوة في المجتمع، القدوة في المجتمع كي لا نكون أمة كلام يا فضيلة الشيخ، نريد أن نكون أمة فعل، بلد الذين تفاخرون أن فيها مليون حافظ. يا مليون حافظ، ما نريد منكم إلا واحد في الألف فقط، واحد في الألف، يعني المليون نريد منكم ألفا يعني يقفون في كل جمعة نص ساعة في ميدان الشهداء في طرابلس، قاعة الشهداء في مصراتة، على الأقل في مدن الثورة، خاصة المدن الغرب الليبي. أنتم عندكم فرصة غير متاحة لغيركم. يتمنى أخوتنا في الشرق الليبي في بنغازي في طبرق في البيضة في المرج يتمنون الخروج ولا يقدرون. فهذه فرصة، وأتمنى من أهل القدوة من أول شيء شيء تنتهي تزول الهوة الكبيرة بين القول والفعل. أتمنى أول البداية بدار الإفتاء، أخوتنا في دار الإفتاء أول من أطلب منهم الأصحاء منهم والقادرين الوقوف ونص ساعة في كل يوم جمعة فقط، ليس طلبا صعبا،
وعلى وجميع الناس القدوة في المجتمع، المدرسين، الأطباء، الناس القدوة. بارك الله فيك أخي عبد الله، بارك الله فيك أخي عبد الله، وجزاك الله خير. الطلبة بسيط جدا. بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير أخي عبد الله. عبد الله من بني وليد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. كيف حالك؟ بخير. أهلا وسهلا مرحبتين. ما حكم الحلف، كثرة الحلف يعني وكذبا، ما هل له كفارة يعني؟ نعم. قديما وحديثا وأعداد ما تقدرش تحددها يعني. إيه إيه أجيبك إن شاء الله تعالى. أجيبك. ليست في أمور يعني في أرض ولا في مال، أمورها. ليس في أرض ولا مال يعني. مش مال كثيره وارض او يعني مشكله كبيره او دم او حاجه يعني. الحلف كاذبا في اموال وفي حقوق الناس وفي الدماء. زي حاجات مثلا مشيت انت والله ما مشيت وهو كذب مشيت والله ما مشيت. يعني انت تقصد انه يحلف بالله كاذبا في غير الامور العظيمه يعني في غير الدماء وفي كذا. ايوه فهمتك. بارك الله فيكم. من فاتته صلوات كثيره يعني ما يقدرش يحددها يعني كيف يدير. إيه بإذن الله. الله يجزاك الله خير. إيه. يمكن نكتفي بالأسئلة. باهي العادل من السواني. السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيفك يا شيخ؟ أهلا وسهلا مرحبتين أخي عادل. الله يبارك فيك بارك الله فيك. آمين يا رب العالمين. معك أنا مع رقم دار الإفتاء. بالله نبغى تفصيل يا شيخ معلش نكتب مرة صلاة. نبغى تفصيل لتربية العصافير الصغار ونوع الريش والطيور هلبة. لكن العصافير الصغيرات اللي يحطوا فيه فصاص وجاء في آيات في القرآن في آية تقول هم من طائر يطير بإذن حين هم من ذلكم كل عالم صلاة تصبح. يعني أنت تبي أخي عادل تبي تفهم يعني هل يجوز تربية العصافير الصغيرة في الأقفاص أو لا يجوز؟ يحبسوا فيهم في القفاص الصغيرات ما يربوش فيهم في البرية وحاجة. في ريش صغير وفي ريش كبير. ريش صغير يحطوا فيه في قفص شبر في الشبر هيك. لا نبغى تفصيل اللي هو كيف إن شاء الله. المفروض تكون يا شيخ بارك الله إن شاء الله, الله تعالى إن شاء الله. يبدو أن الوقت منتصف الحلقة قد وصلنا إليه فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الفاصل بإذن الله تعالى. مدارك نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها قد عدنا والعود أحمد إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة لنكمل الإجابة عن الأسئلة التي طرحت علينا. ومن الأسئلة التي وردت الأسئلة من أخ سليم من مصراتة يقول قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرفوا في الماء وإن كنت على نهر جار. هذا الحديث يعني مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه أهل العلم ولكن هو عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تسرف ولو كنت على نهر جار. فالسؤال الحقيقة يعني في محله لأنه يتكلم عن المساجد وعن المياه التي تسرف في الوضوء وعن المياه التي تسرف في الأسواق وأيضا نضيف إلى هذا المياه في البيوت. وهذا الماء نعمة والماء في بلدنا قليل. الماء في بلدنا قليل، ثلاث أرباع البلاد راهو أرض صحراوية وسكنة في الشمال وهناك مناطق لا تجد الماء ويحتاج إلى مياه التحلية أو حتى يأتيهم ماء النهر أو المياه الجوفية فيها تلوث بسبب سوء تصرف الناس وإفسادهم في الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني بالله عليك الإنسان يعني عند بئر مياه يعني سوداء يثقب الأرض حتى يصل إلى المياه الجوفية لكي يتخلص من السيارة التي تأتي كل شهر لكي تسحب هذا الماء ماء الأسود فضلات الإنسان. يثقب الأرض حتى يوصلها في المياه الجوفية وبعضهم يأتي بالسيارات المحملة حتى لا يذهب إلى مسافة بعيدة يأتي إلى أماكن تصل فيها المياه إلى جوف الأرض.
والآن أيضا على شاطئ البحر حتى لا يجد الناس مكانا يسبحون فيه. المياه ملوثة في البحر والمياه ملوثة في المياه الجوفية، هذا من الإفساد في الأرض. ومن الفساد في الأرض إضاعة الماء بغير حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وكان يتوضأ بالمد، وقد جربنا هذا في زمن مضى ووجدنا أن هذا كاف جدا يعني. لكن لو أراد أن يكثر يعني يكون صاعين ثلاثة أربعة، أما الآن الواحد حتى بالتية ما تسده ولا بالتيتين، فاتح من أول ما يخش الحمام والمية الدوش عليه قوة وما يقوى، مية صاخنة ومية مسقعة والدنيا تدلف، وهو عليه ما يغسل رأسه وعليه ما يغسل جسمه وعليه ما يحك من هنا من شرقة من غربة باش بعدين يخش تحت ذاك الدوش، ليش فاتحة هالنهاردة كله؟ هذا فساد في الأرض، فساد في الأرض وضياع لهذه النعمة التي سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها. حمد الله عز وجل وشكره أن نسير في نعمه وفق أمره سبحانه وتعالى. أما الإسراف والتبذير فهو حرام، قال الله عز وجل ولا تبذر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تبذير راهو ماشي المال، راهو في كل شيء، أي شيء تجاوز الحد إلى مرحلة الإسراف هو منهي عنه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالإسراف ليس من الشرع في شيء، وهذا الماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على المرأة الزوجة. يعني نظافة البيت يا أختي راهو ماشي بقجل المية في العجل ليز والسياقة وطول النهار الشارع قاعد غدير، هذا راهو ماشي من النظافة، هذا من الإسراف. أحيانا ما تحتاج تغسليها جليز، أمسحي مسح فقط كافي. أما التوب ويشر على قوة ما يقوى، وانت السياقة والمكنسة وعيالك من هنا وهذا من هنا والشارع قاعد غدير، وقفتي انت من هنا جات جارتك الأخرى من هنا ويقولوا نظافة ويقولوا فلانة حرة، لا لا لا، هذا ليس من الشرع في شيء، هذا ظلم وعدوان وهذا حرام، حرام، هذا حرام. فلتنتبهوا أخوتي الكرام، هذا الماء نعمة. وبعض دول العالم الآن وهناك توقعات أن الحرب المستقبلية تكون على مواطن الماء والطعام، الناس كثروا والإسراف والتبذير كثر والإفساد في الأرض حتى أفسدوا على أنفسهم الأرض، والحروب القادمة المتوقعة أن تكون على الماء وعلى الطعام. أيضا الأخ سليم يسأل سؤال آخر، يقول قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يدخل قاطع رحم، وذكر أن أم التي هي نبع الحنان كما يقولون اختلفت مع إخوتها فأمرت أبناءها أن لا يتصلوا بأخوالهم وأن يقاطعوهم. يعني سبحان الله ما سدش أن هي تكون قاطعة رحم، تبي أيضا تربي أبناءها على قطع الرحم. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. اليوم استمعوا إلى كلامك أختي الكريمة وقاطعوا أخوالهم، غدا سيقاطعونك. أنت علمتهم المقاطعة وعلمتهم سواد القلب وسواد الروح وعلمتهم الحقد والغضب والغل، هذا تعليمك يعود عليك، وما تفعل بالناس تجده، كما تفعل يفعل بك، وكما تدين الناس سودان كما يقال. وقطع الرحم حرام، أنت لم تأمرين بصلة الرحم، الواجب عليك أن تذكري إخوتك أمام أبنائك بالخير حتى لا ينقطع أواصر أو لا تنقطع أواصر المودة بين أبنائك وبين أخوالهم. الواجب أن تجعل المشكلات والخصومات محدودة بينك وبين خوتك، لا تتجاوز هذا الحد وأن لا تتقاطعوا. استمعي إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة القتال سورة محمد، يقول الله عز وجل فهل عسيتم، هل عسيتم، هذا يستفهم سبحانه وتعالى مستنكرا، هل عسيتم إن توليتم عما جاء في كتاب الله وعما جاء في حديث رسول الله، التولي الإعراض عن هذا الهدى والنور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. جعل قطع الرحم من الخصوصيات المهمة في أنواع الفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هذه الآية بدأت باستفهامين استنكاريين، يستفهم أولا أن تقاطعوا أرحامكم وتقطعوها،
وأيضا يستفهم أفلا تتدبرون القرآن الذي يأمركم بصلة الأرحام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي أن تقطعوها إن الله كان عليكم رقيبا. فقطع الأرحام حرام، فكيف أن تأمر كيف إذا كنت تأمرين أولادك بهذا؟ وعلى الأولاد لا يستجيب لأمهم، فطاعة المخلوق لا يجوز أن تكون في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستمعوا إليها، أحسنوا إليها، حاولوا أن تصلحوا بينها وبين إخوتها، لكن لا تقاطعوا أخوالكم، صلوهم وأحسنوا إليهم واصبروا عليهم. هذه هي صلة الرحم التي فيها البركة في الرزق، والتي فيها السؤدد في الدنيا والذكر الحسن مع طول العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك الله له في رزقه فليصل رحمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: لئن كنت كما تقول فلكأنك تسفهم المل، الرماد الحار أو الرمل الحار، ولم يزل معك من الله ظهير أي نصير ما دمت كذلك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم ليست المكافأة. الناس يقول: والله جاني نجيه، مشالي نمشيله، أعطاني نعطيه، أكرمني نكرمه، هذه مكافأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي يصلها عندما تنقطع. فصلة الأرحام واجب من واجبات الدين، وقطع الأرحام حرام. والحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة دخولا أوليا قاطع رحم، هكذا معنى الحديث، لابد من عذابه، هكذا جاء في الحديث، والله تعالى أعلم. الأخ سليم أيضا يسأل يقول: كبار العائلات أو الأسر الذين لديهم خادمات أو شغالات، إذا قرب الأجل يقومون بتفتيش ملابس وأمتعة الخدم الذين يريدون السفر، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان هناك شيء مفقود فعلا. إذا فقدتم شيئا فلا بأس، أما إذا لم تفقدوا شيئا فلا يجوز. الأصل في الناس الأمانة، وإذا كانت هذه حالكم، يعني تشكون في الناس أو تخافون من أخذ شيء من بيوتكم، فلا تشغلوا أحدا في بيتكم. لا يجوز إذا كنت شاك، مجرد الشك أن تقوم بالتفتيش، هذا لا يجوز. الأصل على الناس في الناس الأمانة، وهذا عيب وغلط وليس من الأدب ولا الخلق في شيء. نعم، إذا كنتم قد فقدتم شيئا وشككتم فيهم فلا بأس بتفتيش أمتعتهم، أما في غير هذا فلا يجوز. وأصل هذه المسألة ما جاء في سورة يوسف، في قصة أخي يوسف رحمه الله الذي اتهم بما ليس فيه. نعم، الأخ ميلاد بن سبها يقول: ما المسافة التي يحرم بها على المرء المرور أمام المصلي؟ تعمد المرور أمام المصلي لا يجوز، لكن إذا مر عن غير قصد وغير انتباه فلم يدخل في الحرام، وإنما عليه أن ينتبه. والمسافة المقدرة قال كثير من أهل العلم هي موضع سجود الإنسان، يعني بمقدار ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع، ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع، مقدار طول الإنسان، يعني الموضع الذي يسجد فيه الإنسان، الموضع الذي يسجد فيه الإنسان هذا هو الذي لا يجوز أن يمر بينه وبين ذلك الموضع، أما بعده فيجوز، فلا بأس من المرور وراء بعد ذلك. ما مدى صحة قصة والدي مالك عندما ذهب للجهاد وترك؟ غير صحيحة ولا أعرفها. الأخ إدريس من طرابلس يسأل يقول: نسمع هذه الأيام عن كثرة الأسئلة على الجورب، وعندنا المسح على الخفين، وأيضا تكلم عن حكم ما حكم الصلاة خلف من صلى، ما حكم من المهم الآن السؤال الأول من الأخ إدريس يقول: هذه الأيام نسمع عن كثرة الأسئلة على الجورب وعند المسح الخف. يعني الأخ إدريس يستنكر وحق له أن يستنكر. بالنسبة للإمام يعني مر علي في هذا اليوم كذا مرة السؤال عن الأئمة الذين يصلون بالناس وهم يمسحون على الجوارب، وذكرت أن هيئة الأوقاف واجب عليها أن تطمئن الناس في صلاتهم، وأن تكلف الأئمة الذين يراعون الناس ولا يدخلون عليهم شكوكا في صلاتهم.
المسح على الجورب مسألة مختلف فيها، والاختلاف فيها كبير جدا، هي خلاف مذهب جمهور العلماء. وكثير من الناس يظن بطلان صلاة من يصلي وهو يمسح على الجورب. على الإمام أن يلبس خفا إذا ابتلي بالإمامة، أن يلبس خفا ليمسح عليه ليقطع هذا الشك الذي يداخل الناس. لقد اتصل اليوم جملة من الناس يسألون ويظنون أن صلاتهم باطلة. لماذا ندخل على الناس شك في صلاتهم؟ هذا ليس من الحكمة في شيء. الأصل أن يحث الناس على المساجد وأن يصلى بهم أئمة على كفاءة وعلى خلق عظيم، لكي يبنوا الناس ويريحوهم في هذه الصلاة التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى. لا يدخل عليهم الشكوك حتى يخرج الإنسان وهو يقول لست أدري هل قبلت، هل صحت صلاتي أم لم تصح. ما الحكمة من وراء المسح على الجورب وإدخال الشكوك في قلوب الناس؟ على الأوقاف أن تقف في مثل هذه المسألة. نعم نحن نقول تصح الصلاة، لكن هذا على أصل المسألة الصحة، لكن هل هذه صلاة الفاضل؟ لا، ليست كذلك، ليست كذلك. على الأوقاف أن تأخذ موقفا مثل هذه المسألة، وأن تفرض على الأئمة أن يمسحوا على الخفاف أو أن يغسلوا القدم. أما أن يمسحوا على الجوارب ثم يصلوا بالناس ويدخل عليهم الشك، فهذا ليس من الحكمة في شيء، ولا هو من مهمة الأوقاف الأساسية. نعم. الأخ إدريس يقول رزق حكومة. هو يقول لما تكلمت وذكرت أن كلمة رزق حكومة ربي دومة واستحلال الناس لمثل هذا المال، يقول الحكومة هي واجبة حماية هذا المال. المال ليس الحكومة، وصدق، المال هو بيت مال المسلمين. عمر بن الخطاب كان يقول لمن حوله إني أرى أن بيت مال المسلمين كمال اليتيم، والله عز وجل يقول في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني الأخذ منا كبير من كبائر الذنوب. الفقهاء حددوا كبائر الذنوب، قالوا هي التي فيها لعن أو التي فيها تبرؤ من أصحابها، كما في قوله ليس منا من غشنا فليس منا، فيها لعن، لعن الله من لعن والديه، فيها طرد، فيها حد من حدود جلد أو رجم، فيها عقوبة ووعيد بالنار. وهذا حاصل في هذا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فدل على أن أكل أموال اليتيم من كبائر الذنوب. وهذه أموال اليتامى أموال 6 ملايين أو 7 ملايين مسلم، يستشري فيها أهل الفساد وأهل التزوير والكذب والغش والخداع، أهل السلطان وأهل الوزارات وأهل يستشرون فيها، ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنها نعمة المرضعة، ترضعك زين سمنك، ها، وبئست الفاطمة، تفطمك على أحمال وأوزار من الذنوب يسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. الأخ عمر من سوق الجمعة يقول: الأب توفي وقد كتب البيت الأرضي باسم بناته وعاش فيه إلى أن مات، 5 بنات، وكتب في هذه الكتابة هبة ووصية وتنازل. الهبة والتنازل واحد. ولما هو وهب البيت للبنات ولم يسلمه لهن وعاش فيه حتى مات، يعود ميراثا. لماذا؟ لأن الهبة لابد فيها بعد القبول لابد فيها من الاستلام، والبنات للأسف لم يستلمنا، لأنه زي ما يقولوا عندنا في المثل: شمها أفيدي، قاعد في الحوش وعطيت الكن، هو عطاه لهن وعاش فيه لعند مات، ما عطش، لابد من الاستلام، وهن لم يستلمنا، وبالتالي البيت رجع ميراثا. ولا تصح وصية إلا إذا وافق الورثة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. إذا أجازوها أهلا وسهلا، إذا ما وافقوا ترجع هذا البيت الأرضي، يرجع أو يعود ميراثا. الأخ أحمد من بنغازي سأل سؤالا حقيقة مهم: عبد الله بن الزبير صحابي جليل، وصفه بالخروج خطيئة، هو من صغار الصحابة، هو فارس من فرسان العرب، وهو ابن عمة رسول الله، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق. لا تستهينوا بأصحاب رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: ذروني وأصحابي، فإنه لو أتى أحدكم بملء أحد ذهبا ما أتى بمد أحدهم أو نصيفه. وصفه بالخروج خطيئة،
ثم لم يكن هناك من خليفة، إنما هو الحسن بن علي توفي، خرج يزيد بن أبي سفيان، حصلت المسائل، توفي يزيد، البيعة تمت، البيعة ليست لمروان بن الحكم وإنما تمت لعبد الله بن الزبير، ولم يكن في الحجاز فقط بل كانت أغلب بلاد الإسلام عند عبد الله بن الزبير، وظل خليفة على المسلمين 9 سنوات و6 أشهر، الحجاز والعراق ومصر. مروان بن الحكم لم يكن له إلا الشام فقط، وظل خليفة 9 سنوات. على كل حال بعدين جاء يعني الحجاج بن يوسف على جيش أرسله عبد الملك بن مروان، والحجاج بن يوسف ليس من أهل، الحجاج بن يوسف هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فعرفوه هو المختار بن عبيد، وأما المبير قالت أسماء لا أظن إلا أنه أنت سفاك الدماء، وهو مشتهر به الحجاج بن يوسف. على كل حال هذا ليس خروجا، لكن الفقهاء تكلموا بسبب هذه الأحداث على أنه لا ينبغي للإنسان، لا يجوز الخروج، لأن في كل هذه الأحوال التي حصل فيها خروج حصل فيها اقتتال وحصل فيها سيلان للدماء وتيتيم للأولاد وترميل للنساء، وبالتالي قالوا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر يعني لما يجري من الفساد. هذا جواب على وجه الاختصار، لأن المخرج يخبرني بأن الوقت قد أزف على البرنامج ولم أتمكن من الإجابة عن بعض الأسئلة، فلعل من يأتي بعدي بإذن الله تعالى سيجيب عنها. فإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا نعم ما تمام، ما زال عندنا بعض الوقت، إذن نستكمل أجوبة إن شاء الله تعالى. الأخ عبد الله من مصراتة يقول يحث الناس على شهود المظاهرات المنددة والمستنكرة لما يجري في فلسطين، وهذا أمر محمود. الأخ عبد الله من بني وليد يقول ما حكم كثرة الحلف كذبا ليس في حقوق الناس؟ هو الكذب في حقوق الناس أو في غير حقوق الناس هو من الحرام، وإذا كثر من الإنسان حتى صار كذابا إذن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لكن الحقوق الناس الأمر فيها أخطر وأشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. وما ذكر بأن عليه غضب من الله هو من كبائر الذنوب. فالحلف كاذبا في تضييع حقوق الناس هو من كبائر الذنوب، سواء كانت الحقوق العينية المادية الملموسة أو الحقوق المعنوية كلها حرام، والحلف عليها كاذبا من كبائر الذنوب. وأما في غير ذلك فهو خطيئة من الخطايا وذنب من الذنوب على الإنسان أن يبتعد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقال عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى ذكر شيئا طيبا، ثم قال وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وفي المثل يقولوا الكذاب غدل صوادق واجدة، يعني حتى لما يكذب مرة واثنين وثلاثة واربعة إيش ما يقول قدام الناس حتى ولو صدق يكذبوه ما عاش عندهم في ثقة، هذا يدل على ضعف الشخصية، ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذا المسألة. الأخ عبد الله من بني وليد يقول من فاتته صلوات كثيرة دون تحديد عددها ما الذي يفعله؟ يقدر يقول ممكن سنتين ممكن ثلاثة ممكن أربعة، يصلي بقدر صلاتين في اليوم الواحد، يعني بالسنة يبقى كمل كل سنة سنتين ماضيتين من حياته حتى يقضي عليه. وواجب عليه في مذهب الأئمة الأربعة أن يقضي الصلوات التي المفروضة التي فاتته، سواء كانت عمدا أو عن نسيان أو غيره، يجب عليه أن يقضي الصلاة لأنها حق الله عز وجل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. الأخ عادل يقول يريد تفصيل لتربية العصافير الصغيرة في الأقفاص، قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، كل ما في هذه الأرض خلقه الله عز وجل للإنسان على أن يسير فيه بالهوينة وبالإحسان حتى لا يعذبه، وقد عذب ربنا سبحانه وتعالى امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي
أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، ففهمنا أنها لو أطعمتها لما دخلت النار في هذا بمفهوم المخالفة. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمير أخي أنس بن مالك عصفور، والعصافير الصغيرة تسمى نغير، فضاع منه أو مات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول يا عمير ما فعل النغير، يا عمير ما فعل النغير. أخذ بهذا العلماء وأجازوا أن تربى بعض العصافير في الأقفاص، خصوصا التي لا يمكنها أن تعيش إلا في الأقفاص وفي حماية الإنسان. كثير من هذه العصافير الجميلة لو أطلقتها لأكلتها الحيوانات الأخرى مباشرة، فلعل في إبقائها في الأقفاص فعل معروف لها. أرى أنه والله أعلم لا بأس على أن يهتموا بها اهتماما حقيقيا حتى لا تصاب بالأمراض وحتى لا تموت جوعا أو عطشا. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا.